اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي من صميم المطبخ الكويتي. احنا متفقين مع بعض يوم الاربعاء من كل اسبوع بنزور كل الدول العربيه، كل الدول الغربيه، العالم كله، الكره الارضيه، بما ان احنا الفضائيه المصريه متشافه في انحاء الكره الارضيه، وبنجيب اشهر الاكلات من المطابخ العربيه والغربيه. المطبخ الكويتي انطلب مني، وبشكر كل اهل الكويت والشعب الكويت لمتابعتهم لبرنامج اكله امي والتلفزيون المصري. فهنعمل النهارده الدرابيل الكويتيه، وراجعوني يعني طبعا الستات والشعب الكويتي بالتاكيد بيتابعني دلوقتي، لو في الاحرف او في الكلام او في اللفظ بتاع اللغه العربيه حاجه راجعوني، ما عندناش مشكله نتصل ببعض. الدرابيل الكويتيه عجينه خاصه بتتعمل بطريقه لطيفه، وبتتحشي مكسرات، وبتتحشي فستق، لوز، صنوبر، مع قرفه وزبده وسكر، ولكن العجينه نفسها لطيفه جميله. العجينه بيخشها التمر، وبيخشها حليب، وبيخشها بيض، وبيخشها سكر وبيكنج باودر. العجينه بتبقى لوحدها قيمه غذائيه عاليه جدا، حاجه كده بنت عم السينابون. السينابون احنا عارفين عجينه بتتعجن وبتتحشي من جوه زبده وسكر، وبتاخد توبنج من الكراميل او بتاخد الكريمه او السكر، الصوص بتاع السكر او العين الجمل. فاحنا النهارده هنشرح الدرابيل بتتعمل ازاي، ونعلم كل المبتدئين في المطبخ يعملوها. هي سهله جدا، بتتعجن على مراحل، واحنا معانا عجينه جاهزه وهنشوف نعملها ازاي. ده انا حابب بس اشرحها. معانا كمان من المطبخ الكويتي الكبيبه بالشمندر، او الكبه بالشمندر مع كسر الباء. الكبه بالشمندر هتتعمل ازاي؟ مع الشمندر اللي هو البنجر اللي بيتعمل سلطه، بيتسلق نص سلقه، بناخده بنضربه مع برغل ناعم، بنعمل عجينه لطيفه جميله، وبعدين بنحشيها لحمه مفرومه، او ممكن تحشيها شاورما او لحم محمص. اخواننا في الكويت يسموا اللحم المعصج اللحم المحمص، بتحط له قرفه وبهارات ويبقى لطيف. حابه تحط شويه صنوبر تبقى انت احسن مني. معانا عصير انا شربته امبارح للامانه، اسمها ليموناتا. ليموناتا دي صودا مع عصره ليمون مع شويه سكر حسب الرغبه، ونعناع اخضر بيتكسر كده فيها لطيف، ومش عايزه خلاط ولا عايزه اي مجهود غير الصودا تكون مثلجه والليمون نضيف وزي الفل، والليمون الاخضر هو اللي بيتعمل ليموناتا اللي معانا بالشكل ده كده. انا طولت شويه في المقدمه تستحق، لان هي من المطبخ الكويتي النهارده، والمطبخ الكويتي له تفاصيله، له مذاقه الخاص بتركيبته من التوابل، بتركيبته من التنفيذ والاعداد. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، واكله ام النهارده من المطبخ الكويتي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره، ولكن المعنى كبير والطعم جديد، والمطبخ النهارده مختلف مذاقا وشكلا ورونقا. المطبخ الكويتي زي المطبخ السعودي، زي المطبخ الاماراتي، زي المطبخ العراقي، زي المطبخ المغربي، زي المطبخ الاردني، زي المطبخ الفلسطيني، علشان كل الدول العربيه اللي بتتابعنا دلوقتي. ولكن تعالوا نعمل الدرابيل. الدرابيل ليه سموها الدرابيل؟ حد يقول لي ليه سموها الدرابيل؟ المنظار اللي بيستخدم لكشف بعض الامراض عن طريق العيادات الخاصه يسمى في الكويت الدرابيل او الدربال. فجايه من هنا، هي شبه المنظار بعد ما بتتعمل اهي. حلو اهي. وبرده بتتابعونا اهي. بتتلف على عود خله بتاع الشيش كباب او الشيش طاووق بعد ما بتتحشي. حاجه كده زي نقول مثلا الكرواسون في بدايه مراحله اهي. العجينه ما بتاخدش خميره بتاعت الدرابيل، بتاخد بيكنج باودر وصودا وبيض. تعالوا نعمل العجينه مع بعض والمقادير على الشاشه. مقادير بسيطه وسهله، وتاني وتالت ورابع. اللي بيتابعوني من اهل الكويت والشعب الكويتي الاتصال مطلوب للتوضيح او للتفصيل، ونشوف مع بعض الدرابيل. اللي عنده طريقه سهله غير دي يقول لي. احنا بنعلم للمبتدئات في المطبخ. معايا خلاط. الخلاط ده بحط فيه 2 بيضه. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتكوت. كمان واحده. كتكوت. حلو الكلام. البيض في قلب الخلاط. حلو قوي. بنحط على البيض يا عم الشيف شويه حليب. شويه حليب. انا هعمل العجينه بطريقتي. مقادير يعني 1 كوب. احنا شفنا المقادير على الشاشه. حلو قوي. شويه دقيق. هنحط كمان
معلقتين من الزيت. حلو قوي. ما عملتش جديد، انت كانك بتعمل عجينه بانكيك. لا 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 لا، استنى عليا، استنى هسه. بنحط شويه هيل ناعمين، الله، شويه قرفه ناعمه، الله، شويه فانيليا ناعمه، الله. معانا الدقيق ومعانا البيكنج باودر في بقيه المقادير، ومعانا من السكر معلقتين، والمفاجاه معانا تمر خالي من النوى يا ست الكل. حذاري تحطي نوايا هتكسر لك الخلاط وتدي على الساعه اللي شفتني فيها. النوايا هنا في قلب الخلاط هتعمل لك مشكله. ده تمر عجوه بتاعت سينا، بتاعت الواحات، الارض الطيبه. والله التمر في ايدي سكر، معقود سكر. دي موجود في اي حته. التمر ده يخش جوه العجينه. عرفتوا ليه الدرابيل قيمتها الغذائيه عاليه جدا؟ الاسم صعب شويه، اسمها درابيل بالدرسين. عارفين ايه هي الدرسين؟ القرفه اللي انا حطيتها ناعمه، القرفه الخشب الطويله اللي بتخش جوه الكبسه وتخش جوه المندي والبرياني والحاجات اللطيفه. حلو الكلام. كل ده مع بعضه هنضربه في قلب الخلاط. رشه ملح للامانه صغيره، وتعالوا نقلب كل ده مع بعض. البيكنج باودر مع الدقيق هيتحط بعدين في العجين. يلا بينا، يلا بينا. سامحوني، معلش، بعتذر. لازم الخليط ده يطحن جامد جدا بما فيه ان هو تمر او عجوه. وعلى فكره بتلاقوا فيه عجوه ساعات كده طريه نستخدمها عادي. شوفوا الخليط ده كده مع بعض. اقول تاني، الخليط ده عباره عن ايه؟ الموضوع شيق النهارده. عباره عن قرفه ناعمه، بيض، حليب، فانيليا. اهو شايفين القوام ده كده، بننزل بيه على الدقيق مع بعد ما نحط البيكنج باودر. ده بيكنج باودر بنحطه على الدقيق ونقلبه اهو. لا ما تتعجنش في الخلاط، دي لو هنعمل بان كيك يا فيلسوف. المخرج بيقول لي اعرف ان ممكن تحط الدقيق لو عجان. نحط الدقيق ده وناخد الخليط ده في العجان. عجينه البان كيك وعجينه الكريب هي اللي بتتعجن في الخلاط كلها مع بعضيها، لان بتبقى عجينه سائله تميل للقوام الغليظه. اما دي عجينه زي عجينه البيتزا، زي عجينه الفطاير، معجونه معانا اهيت ومتقصده جاهزه. شوف ده. جيب لي التفاصيل، الله يرضى عليك ويوعدك بزياره النبي، قول امين. شوف التفاصيل بقى. الدرابيل بالدرسين، درسين يعني قرفه، مسمار يعني قرنفل، حبهان يعني هيل. نعجن العجينه اهو، شفتي؟ بالعجينه دي، بالحاجات دي، ونخلي الخليط بره. شفت العجينه لونها عامل ازاي؟ عشان ما نتخضش. اللي مش متابع من الاول، ما تقوليش العجينه لونها بني ليه؟ اللون البني ده جا منين؟ جا من التمر اللي طحنته مع الحليب مع البيض مع القرفه مع الهيل الناعم. عجنت عجينه بالشكل ده كده اهو. حلو. محتاجه تاني؟ محتاجه شويه صغيرين. الله، عجينه فيها كل العناصر الغذائيه، يكفي التمر اللي فيها. والحبهان طبعا كلنا عارفين قيمته الغذائيه العاليه جدا، ينشط الجهاز الهضمي، يخلصنا من الكوليسترول. قرفه مفيده للقلب، صديقه القلب. مشروب الجنزبيل بالقرفه في الايام القارصه البروده، طبعا في الصيف مش مطلوب، ممكن ندخلها. طيب حاضر. هناخد العجينه دي كده. العجينه دي لازم تكتمل في ايدي وانا شغال. شفت؟ هي محتاجة شوية كمان. بس خلاص.
اوعى تحط ميه ازعل منك. تزودي من الخليط اللي في الخلاط عشان كده خليه بزياده عشان ما تفصلش الطعم. يلا ناخدها مع بعض اهي اهي. حلو الكلام. دي عجينه الدرابيل. اقول مكوناتها تاني عشان اللي متابعيني من الاول. عباره عن تمر، والتمر لسه معايا بواقي منه، اشيل النوى منه واشيك عليه كويس، وبعد كده بحط 2 بيضة لجام كوباية دقيق لكوبايتين دقيق، كل كوباية بتاخد بيضة، معاهم قرفة ناعمة، تقريبا معلقة شاي، نص معلقة من الهيل الناعم. أشيل ده كده علشان إيه ما بعرفش أعجن وأنا لابس الجلافز ده. حلو الكلام؟ وهقول لك على حاجة حلوة. تعرفي العجينة حلوة إزاي؟ مش بقول لك طلع من الموضوع زي الشعرة من العجينة يا شوقي؟ هو ده الكلام. ايه اللي دخل شوقي في الموضوع مش عارف. طلع زي الشعره من العجين، انا ايديا تطلع منها كده اهو، طالما مش بتلزق في ايدي خلاص. بنستخدم نشا هنا، ما بنستخدمش دقيق. الله، دي العجينه بتاعه الدرابيل جاهزه معانا. شفت العجينه مطاطيه ازاي؟ بنقسطها يا ناعمين. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقسط العجينه بعد ما عملناها رولز كده بالشكل ده كده. بنقسطها، يعني ايه بنقسطها يا مغازي؟ يعني بنقطعها، دي لغه البيكري او الخبازين يعني. حجم ده كويس قوي عشان تطلع معايا في الاخر بالشكل ده. عجينه فيها تمر، ممكن تحطي معلقه عسل بدل السكر، يا عسل وقرفه وهيل ناعم وحليب وبيض. ناخد كده العجينه ونعملها كده زي البيضه اهو. حلو، عشان دي هتتفرد، وبعد ما تتفرد تتلف على ايه؟ على الخله او التوزبيكس او الاسياخ الخشبيه، او بيبقى لها يعني كده رولز بتلفها بيها، وبلاش ده ولا ده، مفيش اي مشكله. ممكن تجيبي شوكه، ده كده ده موجود عندك اهو بالشكل ده كده. حلو قوي. العجينه معايا اهيت، دي عجينة الدرابيل. الحشوة بقى سهلة، ممكن تحط عين جمل مع قرفة وسكر وزبدة، ممكن تحط فول سوداني مع قرفة وسكر وزبدة، ممكن تحط لوز يا لوز مع سكر وقرفة وزبدة، ممكن تحط بندق، ممكن تحط فزدو، زي ما انت عايزة. بس ايه الافضل يا مغازي؟ بصراحة اللوز يا لوز. اللوز بيزيد القيمة الغذائية العالية، بيغذي الجهاز العصبي، وبعيد الشر عني وعنكم الزهايمر، لان اوميجا 3 دورها بتحمينا من الزهايمر اللي هو النسيان، ننسى المقاسي ولكن نفتكر الايه؟ المحبه. العجينه معايا زي الفل بالشكل ده كده تقسيطه، وهي لما تتخمر وترتاح هتبقى معانا بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري نجيب قبل وبعد، وبعد ما لفيناها بشبه الدرابيل اللي هو المنظار. ليه سموها الدرابيل؟ لان المنظار في الكويت اسمه الدربال. المنظار ده حاجه كده تكنولوجيا الطب، تقدر تخش وتخترق الاماكن المظلمه تكتشف ما هو مطلوب، وربنا يكفينا شره. شفتوا الحلاوه دي؟ حابين تطلعوا فاصل عشان انا عايز اروق الكاونتر بتاعي عشان نفرد الدرابيل المتقسطه دي وندخلها الفرن. انا معاكم يعني، بس انا عايز اطلع فاصل لان انا عايز الم ده. يلا، العجينه زي الفل اهيت، بنقسطها، بنعمل 20 30 واحده. يبقى احنا شفنا المقادير قبل على الشاشه، بعد ما خمرناها وارتاحت العجينه قسطناها بالشكل ده كده بعد ما عجناها كويس بالتمر، حطيناها في شويه نشا معانا بالشكل ده كده اهي. دي الدرابيل هنفردها دلوقتي بالنشابه، هتبقى معانا بالشكل ده كده، نقليها في الزيت. دي محشية ايه؟ ممكن لوز، عين جمل، فزدو، فول سوداني، اللي عندك. اهم حاجة القرفة، لان اسمها الدرابيل بالقرفة، اللي مش عايزة تحط قرفة بلاها. حلو الكلام. ممكن تحط سكر بودر عادي، بس القرفة قيمتها الغذائية عالية جدا، وهي المفيدة وهي المسمى ليها. هنطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. We'll be right back.
زي ما قلت لحضراتكم رجعنا بعد الفاصل، ولكن التوبنج او الحشوه بتاعه الضرابيل بتختلف من بيت لبيت ومن عائله لعائله ومن قبيله لقبيله حسب الدرج حسب الثلاجه. في لوز اهلا وسهلا، في مكسرات اهلا وسهلا، في فستق حلبي اهلا وسهلا، في عين جمل يا ويلي عين جمل دي حاجه تانية. هنحط يا عم الشيف شويه سكر، دي الحشوه، ومع السكر يا عم الشيف مكعب واحد من الزبده. حلو الكلام، حلو الكلام. وهنحط يا عم الشيف شويه سكر بودر، ونحط المكسرات. ده لوز متحمص ومطحون، خلي بالك انا بحب اللوز المتحمص ما بحبوش ني. طب هل اللوز المتحمص لما يتحمص وناكله بيفقد قيمه غذائيه؟ لا، لو انت حمصتيه من غير ملح دي قرفه ناعمه، ني زي متحمص عادي. دي قرفه ناعمه، دي الحشوه. قرفه زي السينابون بالظبط، بس في السينابون طبعا مش بيحطوا مكسرات جوه العجينه، بيحطوا قرفه وزبده وسكر، سكر بني كمان. ما لقيتيش سكر بني هات السكر بتاع التموين وحط عليه معلقه قرفه او معلقه عسل بقى سكر بني تاني. علشان تصنعي السكر البني في البيت بما ان سعره غالي هتجيب السكر بتاعنا بتاع التموين العادي وتحط عليه معلقه عسل اسود يتحول لسكر بني. دي الخلطه، شويه هيل صغيرين ونقلب. ده حلو الكلام. هناخد الخلطه دي ونخليها على جنب ونفرد دربال والتاني ونحشيه، واحنا معانا شويه بسم الله ما شاء الله، ونحمرهم في قلب الزيت. يطلعوا من الزيت نرش عليهم سكر بودر، ممكن تحط شربات، ممكن تحط صوص شوكولاته، زي ما انت عايزه بقى اخترعي يعني، مفيش اي مشكله. خلينا اديك الفكره وانت اشطر مني. ناخد واحده درباله من دول كده ونفردها بيدنا الشابه. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى رؤيه قوي، خلي بالك. تبقى رؤيه جدا جدا جدا، عامله زي الفطير المشلتت. حلو. العجينه طالما ما فيهاش خميره بتتفرد معاك زي ما انت عايز. حلو، شفت الحلاوه دي؟ ملاح اهي، شفت العجينه اهي، زي بص زي الورقه اهي اهي. درباله، حلو الكلام. احطها كده واحط شويه حشوه. اخواننا اللي بيتابعوني من الكويت من الخليج، يعني لو في بعض الملاحظات قولوا لي اتعلم واجيب المعلم ده بتاع الشيش كباب او الشيش طاووق والفها كده. التفاصيل الصغيره يا فاروق، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. يوعدك بزياره النبي انت والاساتذه المصورين. رولز اهي، حلو. ده دربال. بعمل ايه عشان افكه؟ باجي من قدام كده واجي عامل كده واجي صاحبه كده. الله، ادي دربال. حلو الكلام. تاني نعمل واحده مع بعض. وراك حاجه؟ طيب ما وراناش حاجه، احنا عندنا الكبه بالشمندر يعني لو في وقت هنعملها، احنا ما وراناش حاجه نعملها بكره عادي. تادي ده دربال. بفرد العجينه كده. والله حلو سهل، تكلفته 3 تعريفة، كوبايتين دي مع 2 بيضه من الثلاجه مع شويه قرفه، التمر عندنا من رمضان، كل دول في قلب الخلاط، وعجننا العجينه وبقت زي الفل، واخده طعم الفانيليا، طعم القرفه الناعمه، طعم الحبان، هي دي عناوين المطبخ العربي. نعم يا استاذه ريحان. شفت الحشوه دي؟ دي الضرابيل اهي. شفت؟ دربال. والعجينه لازم تكون رؤيه، لازم اشوف فيها فاروق كده اهو. لازم اشوف فيها الكاميرا من الناحيه الثانيه، خيال الكاميرا. تبقى عجينه رؤيه جدا. واخد حشوه تاني اهو، دي هتتقلي في الزيت. الفلاسفه بقى هيقول لك نشويها في الفرن؟ لا، لازم نحمرها في الزيت، انا عامل رجيم ما تاكلش يا غالي. حلو. نلفها بقى مع بعض. نجيب ده كده المنظار ده كده ونحطها كده اهو، شفت؟ ونلفها كده وتسيب الاطراف فاضيه عشان تلزق، يعني الحشوه سيب داير ما يدور سنتيمتر، نص سنتي تقريبا يعني، او نضغط. يوم اللوز
يوم عين الجمل يخش جوه العجينه مع القرفه مع السكر، وانا حطيت للامانه مكعب زبده. هتقول لي مكعب زبده ليه يا عبد الشيف؟ عشان الزبده لما تختلط مع السكر والقرفه بتاخدنا في حته تانيه وهي سايحه جوه كده. اه شفت؟ اه ده دربال. نعمل كده نسحبها. شفت الدرابيل؟ الله والله انا بيعجبني الحاجه بتقول الامانه والله العظيم، وبتكلم بصدق، وانتم تعلمون جيدا ما انطق عن لساني بعد الله سبحانه وتعالى، ان انا بتكلم بتلقائيتي وطبيعتي. الحاجه طالما مش مكلفه وقيمتها الغذائيه عاليه ما نعملهاش ليه؟ دي فيها تمر، الاطفال اللي مش بياكلوا التمر، كل يا ابني تمرايه، السنه النبويه، كل تمرايه زي باباك زي مامتك. لا، ليه بتلزق في اسنانه وبتتكعبل جوه بقه؟ عندي سوسو نفس الطريقه، ولكن دي بنتي اسمها حسن على اسم امي رحمه الله عليها، ولكن تحطوا لها جوه العجينه خلاص هي اكلت منها بسكوته، استفادت بالقيمه الغذائيه، والتمر مفيد بيساعد على بناء الاجسام وكل حاجه وقوه المناعه وحاجه لطيفه قوي. هناخد ده حاضر الفها ولا بنفها ولا حمر ولا ننزل في الزيت؟ وهنزل في الزيت بالله عليك، ما تطلع غير وانا بحمر في الزيت. اهو نلفها كده مع بعض. اهو حلو شغال. اهو حلو قوي تمام. نلف ده دربال. خلوها كلها باحجام واحده. ناخد بعدين ونروح عند الزيت بالدرابيل، الزيت شديد الحراره، ونرصها كده فين؟ في القلايه. عندكيش قلايه زي دي، حطها في طاسه وتطلع من قلب الزيت يا مغازي، تلاقي زغروطه كبيره. ممكن تحط شربات يا شربات، ممكن تحط عسل يا عسل، ممكن تحط سكر باودر. ممكن تحط رشه قرفه ناعمه مع السكر الباودر. ننزل في الزيت، يلا بينا يلا بينا. اللهم صل على النبي. يلا الدرابيل تسبح وتعوم في الزيت. طيب هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف كبه او كبيبه بالشمندر اللي هو البنجر، لونه احمر وبرونزي، لونه احمر لطيف دم غزال، هتتحشي جوه لحمه مفرومه محمصه برضو من المطبخ الكويتي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. انا مقادير بعد اذنكم نشوف مقادير الكبه بالشمندر عشان اشتغل فيها ونشغل الخلاط ونروح عند الدرابيل في قلب الزيت بتتحمر اللون البرونزي. جيب الدرابيل بالله عليك، شوف الشقاوه دي ما تتقلبش كتير. طب يلا. الدرابيل ما تتقلبش كتير، ما تتقلبش كتير في الزيت. مقادير الشمندر عادي، برغل ناعم يتغسل مره اتنين تلاته ويتغسل بمصفاء ناعمه. ما عندكيش مصفى ناعمه، حطي شاشه في قلب المصفى الواسعه واغسليه عشان ما ينزلش من المصفى الثاني، ويتغسل وبعد كده صفيه من الميه كويس بشاشه وسيبيه على جنب لمده ساعتين ثلاثه في مكان شديد البروده، يعني مش في الثلاجه، لا يعني مكان فيه تهويه. حلو، وسيبيه ساعه. معانا بالشكل ده، ده لازم، هي دي التركيبه بتاعت نجاحه. حتى لو تعملي كبيبه، يعني لو تعملي كبه باللحمه او كبه مقليه اللي هي الكبيبه، نفس الطريقه. ده البرغل. زي الفل. قصة عمل الكبيبة بالشمندر، جبنا الشمندر بتاعنا الجميل سلقناه نص سوا، أو ممكن تحطيه ني مفيش مشكلة. حلو، ونطحنه كده مع الإيه؟ مع البرغل. We'll be right back.
الله، شفتوا الدرابيل؟ حلوة أوي. نقدر نحط شوية سكر بودر كده عليها، ألف هنا وشفا. تقدر تحطها في شربات زي بلح الشام، بس هي العجينة فيها سكر وفيها تمر. لو أنت هتاكلها يا مغازي زي ما هي كده بسكوتة، جربي العجينة. أستأذنك يا أستاذة رحاب، معلش بعد إذن فريق العمل هنجيب المقادير جنب الإنتاج الحلو ده، جنب الطبق الحلو ده، والصورة الحلوة بتفاصيلها تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى. الله الله على الإبداع، فرسان التلفزيون المصري والقناة الأولى والفضائية المصرية. دي الدرابيل مقرمشة، سموها درابيل ليه؟ لأن عشان برضو بيسألوا على الاسم. درابيل بالدرسين، الدرسين اللي هي القرفة، والدرابيل اللي هو الدربال المنظار يسمى في الكويت أو في الخليج. حلو الكلام؟ طيب نخش على موضوع الكبة بالشمندر. أخبار العجينة إيه؟ هو ده الكلام. إيه الأخبار؟ شفت؟ زي الفل، إحنا مع بعض. العجينة إيه؟ تاخد برغل تاني عشان نطحنه. بنعجن عجينة من البرغل والشمندر كأنك بتعمل عجينة الكبيبة العادي، ونحط عليها شوية هيل. المطبخ العربي يحب الهيل. نحط الملح، ركز معايا بقى عشان الموضوع هنا شيق. ونحط ورقتين نعناع أخضر مع الشمندر. دايما الكبيبة الحلوة تحط نعناع يابس أو نعناع أخضر بالشكل ده كده في العجينة، وتحط شوية البهارات من الفلفل الأسود أهو، ممكن تحط شوية كركم حلوين يعني تبليها حلو، شوية بابريكا، ممكن تحط شوية قرنفل اللي هو المسمار. طالما بنتكلم عن المطبخ العربي يعشق التوابل العربية، اللي هو الهيل الحبهان والقرنفل اللي هو المسمار والدارسين اللي هي القرفة. ونقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف، ونعمل عجينة الكبيبة. بص عليها عجينة الكبيبة، بتاخد مجهود شوية، ممكن نفرمها على المفرمة اهي. شفت؟ زي الفل. تطلعها دي على فكرة عشان نشتغل فيها صح لازم تطلعيها وتسيبيها في التلاجة شوية، يعني بتاع نص ساعة. ليه يا عم الشيف؟ البرغل عامل زي الشوفان، شخصيته بتبان بعد الطحن او بعد الفرم. اقول المعلومة تاني، معلومة غير معلومة بتاعت المغازي، برغل شوفان شخصيتهم بتبان بعد الطحن او الفرم. الشوفان شخصيته مش بتبان غير لما نحطه في الحليب ونسيبه ساعه زمن تلاقيه نفش. هكذا البرغل معانا اهو، لما بننع برغل كده بالشكل ده كده بنلاقيه نفش وبقى بالشكل ده كده. نفس الطريقه اللي احنا العجينه اللي احنا عملناها مع بعض اهي، دي عجينه الكبيبه بالشمندر اهي. شفت اللون الحلو ده كده؟ تحيه كبيره للشعب الكويتي والشعوب العربيه كلها. دي العجينه، بدل البرغل حطينا مع البرغل حطينا شمندر. بيسالوني دلوقتي في الاربيز، الشمندر ده مسلوق ولا ني؟ عادي ممكن يتسلق نص سلقه او يتبشر او يتحط مسلوق، هي قصه كلها طعم الشمندر واللون. بشويه ميه ونشكل بقى واحده اتنين تلاته اربعه. طبعا الوقت لا يسعفنا عشان عايزين نعمل ليموناتا، بس خلوني وانا مع حضراتكم كده نعمل ايه. واحده لحمه مفرومه متعصجه، ممكن نحط مع اللحمه دي صنوبر، نحط لوز زي ما احنا عايزين، لحمه، بصله، تومه، لحمه مفرومه ضاني، لازم يكون ضاني. الحشوه والتوبنج بتاع الكبيبه ضاني. حلو الكلام؟ ولكن لو بنعمل كبه العجينه بتاعتها بنحط لحمه هبره كندوز، لحمه بقري، خلوا بالكم، بس انا ما حطيتش مع دي لحمه، ده برغل وشمندر بس. ونعمل مع بعض كده واحده. ايدي في الميه، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. وادي اللحمة المفرومة في قلبيها، واعملها كده اهو. نجيب طبق، بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا الجميل، هنشتغل هنا
اللهم صل على النبي. اه والطبق ده بنعمل ايه؟ بنتهنه شويه زيت عشان الكبده ما تلزقش في الطبق. اه نشتغل مع بعض واحده تانية كمان. اهو ادي العجينه، بنحط لحمه مفرومه. من خلال السوشيال ميديا بقى اللي بيتابعوني في كل الدول العربيه، والمطبخ النهارده كويتي، تعليقات لحضراتكم، كلمه طيبه كالشجره الطيبه، تسلم ايدك يا شيف. والله يا شيف المفروض تبقى العجينه ماسكه شويه، هقول لك لازم تتحط في الثلاجه. والله يا شيف العجينه بتاعه الدرابيل بتكون فاتحه شويه، اقول لها التمر كتر مني لان التمر بتاع سينا والواحات جميل وحلو، في ايديا سرحت وانا بحط عادي، اتقبل النقد. بنعمل الايه؟ الكبه او الكبيبه بالشمندر. نعم اه ابن حلال، ايه انواع الكبيبه؟ امسك اصابع ايدك العشرة كده واحنا شغالين. كبه باللبن، كبه لبنيه، كبه سمائيه، كبه مقليه، كبه كدابه. يعني ايه كدابه؟ يعني بتتحشي بصل بسماه مش لحمه مفرومه، اه زي الحمام الكداب كده، بصل بالسماه مش لحمه مفرومه. اه كبه بالطحينه، كبه بالفليفله، اه كبه بالعدس، كبه مشويه، اوهو كبه على الفحم. كل ده منتجات البرغل المطحون باللحم الهبره. كبه بالعدس عباره عن بنستخدم بدل البنجر او الشمندر عدس مع البرغل، وبتاخد للامانه شويه رز. ليه رز يا عم شيف بالعدس بالذات؟ لان الالياف بتاعه العدس ممكن تفصل من البرغل، فوجود الرز المصري بالذات يساعد على التماسك والانسجام. لما ندرس مطبخ وندرس التفاصيل الصغيره دي، نرجع لمقوله كوكب الشرق ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكة. طالما انت فاهم بتشتغل مع المطبخ ده خلاص خلصت بقى، هو ده فهمك، هو ده ثقافتك. اه انا عامل اتنين تلاته اتحمروا في الزيت، اه وتشيلها في التلاجه على فكره، تقدر تعملي وتخزني منها شويه. الشمندر مفيد للدم، يعالج الانيميا، فرصة كبيرة للأطفال اللي عندهم أنيميا، غني بالحديد، السكريات بتاعته سكريات أمينة بما أنه منتج جيد جدا للسكر. أهو مصانع الشمندر عندنا في مصر أهو اللي بيطلع السكر. أهو حلو، نعمل واحدة كمان. أنا عايز أعمل الليموناتة، بالله عليك عايز واحد ليموناتة. طب يلا أهو أستاذة رحابة قالت لي أزودك خمس دقايق. أهو اخر واحدة، حاضر. أوه. حتى لو اديت لكم واحد دربال. أوه. مع ان قبل الفاصل نشرب قهوة ماشي، ناكل بسكويت ماشي، طب عايز خمس دقايق ماشي. ساعة ما نبقى في الجد الشغل. أوه. حلو، هعمل واحدة في النص معلش، عشان دي المفروض تتحمر، بس دي طبعا عشان تتحمر لازم تتحط في التلاجة شوية للأمانة، بس أنا حبيت أوصل الفكرة لحضراتكم. اه المية كده بتسويها، يلا اهو تمام زي الفل. دي الكبة بالشمندر. تعال نعمل الليموناتة مع بعض. ليموناتة يعني ليمون أخضر من شجرة الليمون الحلوة اللي في البلكونة، ومعانا نعناع، ومعانا الكاسات. حلو الكلام. وتعالوا سريعا كده نعمل الليموناتة الحلوة اللي بتطفي الحرارة والجو والمقادير على الشاشة. ليمون، نعناع، وصودا. انا عارف انك شاطر فيها يا فاروق، بقول الحاجة الوحيدة اللي بخش المطبخ اعملها. طب ايه تشكر والله العظيم تعمل حاجة، وانا ما طلبتش منك تعمل كبسة ولا طلبت منك تعمل محشي. على فكرة الرجالة شطار جدا في عمل الليموناتة. أول حاجة بدوب السكر في شوية مية. حلو؟ أه بدوب السكر يا عم الشيف إيه؟ في شوية مية بسرعة كده. ده السكر وماء مسلج. النعناع الأخضر ده اتقطع كده. حلو؟ أه ولازم تيجي لحتة النعناع، أوعى تحط العروق بتاعة النعناع هيديك مرار، ربنا يكفيك شر المرار. حلو؟ نحط الماء المسلج
لا لا يا راجل يا طيب، ليمونات بالحليب ايه بس، الله يرضى عليك. حلو، يدوب دول كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، دي بتاعت الحلويات، ما بتشوفونيش ماسكها غير لما اعمل حلويات. اه سكر وماء مسلج، اخد الليمون ده كده احطه هنا كده. حلو، مش في الخلاط خالص، مش عايز الخلاط انا هنا، دي ليموناتا والليمون فيتامين سي. نحط الليمون بتاعنا ده كده، وناخد الصودا بتاعتنا الحلوه. الله، ونوزع الخليط ده كده في الكاسات. صوت يوجع القلب، ماء مسلج مع ليمون مع سكر. الله، الف انا وشفا. ليموناتا، وناخد الصودا بتاعتنا. يلا يلا مخرجنا، هو ده. كمان واحده. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، ليموناتا في جو الصيف. عملنا الايس كريم، عملنا من المطبخ الكويتي الضرابيل الكويتيه بطريقه سهله وبسيطه للمبتدئين في المطبخ. عملنا الكبيبه والكبه بالشمندر، دي تتقلي في الزيت بعد ما تتحط في الثلاجه لمده نص ساعه لاتحاد البرغل مع البنجر. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من كل مطابخ العالم. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.